كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الله عز وجل في سورة مريم على لسان عيسى عليه السلام أو على لسان جبرائيل، على قولين للعلماء، تلقينا لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نلاحظ كيف يعني التلقين بدأ: إما ترين من البشر أحدا فقولي إني، هذا التوكيد، نذرت، النذر عهد بين العبد وربه حتى تشعرهم أنها في عبادة وأنه لا يملك أحد أن يفك هذا العهد، إني نذرت. ثم استعمل القرآن الكريم لفظة للرحمن لأنها بها حاجة إلى الرحمة وهي في هذه الحال، وتذكيرا لهم لقومها بأن يكونوا رحماء الرحمة. ونلاحظ الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، العبد يعني يستدعي منها ما يلائم واقعه، إذا كان في حال استغفار يدعو الغفار، إذا كان في حال انتصار يريد أن ينصر قل اللهم يا ناصر المظلومين، هكذا. لا يتصور أنه في حال استدعاء المغفرة ويستدعي الجبار المنتقم الشديد، يعني هو يطلب المغفرة لا يناسبه. فإذا لا محالها أن تدعو باسم الرحمن: إني نذرت للرحمن صوما. الصوم هذا مصدر، والمصادر في اللغة العربية منها ما يكون يعني للفعل مصدر واحد، مثل نصر ينصر نصرا، أكرم يكرم إكراما، مصدر واحد، ومنها ما يكون له أكثر من مصدر. فعندما يكون له أكثر من مصدر، ومنه صام يصوم صوما وصياما، وذاد قال امرأتين تذودان يعني تدفعان غنمهما عن الماء، ذاد يذود ذودا وذيادا، مثل صوما ونفس الوزن هذا، وساق الإبل يسوقها سوقا وسياقا، وهكذا. يعني عندنا بعض الأفعال لها أكثر من مصدر: حاك يحوك حوكا وحياكا وحياكة، ثلاث مصادر له. العربية أو ابن اللغة يستعمل كل مصدر فيما يناسبه، لاحظوا، لأنه ليس بطول واحد. كلمة صوما أو ذودا أو سوقا هذا من مقطعين: صوما ذودا، لكن صيا من هذا ثلاثة مقاطع. لاحظ القرآن الكريم استعمل الصيام في العبادة المعلومة بمصدر صياما، الصيام وليس الصوم، لأنه الصيام هو انقطاع، لأن أصل الصوم هو انقطاع، يعني قالوا الصوم انقطاع عن طعام أو شراب أو منكح، أو حتى قالوا أو مسير، ومنه قول امرئ القيس يعني يفاخر بناقته يقول: فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. صام النهار يعني انقطع سير الناس فيه من شدة الحر، هي لا تبالي بذلك. فيعني بحسب يعني الأصل هو هذا الانقطاع، لكن بحسب ما يكون من محيط
الاستعمال. فعندما يكون الاستعمال لقطع الأكل الطعام والشراب والمنكح، الثلاث حاجات يلائمها صيام، لأنه صي يا من أو من بحسب الإعراب ثلاث مقاطع. لكن في حال مريم عليه السلام هي منقطعة عن حاجة واحدة وهي الكلام، انقطعت عن الكلام، فالذي يناسبها المختصر يعني. فجاء صوما فقط هنا، تسعة مواضع صيام لأن عن العبادة الشرعية، لكن هنا يعني صوما لأنه لحاجة واحدة. ثم الشيء الثاني يضاف إلى ذلك أن هذه الحاجة الواحدة هي الكلام، يعني الصوت الخارج من الفم، فأيهما أكثر ملائمة أن تأتي بمقطعين أو بثلاثة مقاطع؟ هي لا تريد أن تتكلم، فأكثر الألفاظ اختصارا صدرت من مريم عليها السلام. هذا جانب. إذن يعني اختيار ما هو أخصر. أحيانا يختار يعني لتلوين العبارة، يعني مثلا في الحديث الشريف والكلام على الصيام الشرعي في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، في البخاري إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا استعمل كلمة الصيام، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ قال فإذا كان صوم أحدكم، إذا كان صوم أحدكم، استعمل الصوم. يعني لاحظ يعني مرة استعمل الصيام ومرة استعمل الصوم، وكلاهما للعبادة الشرعية المعلومة. فإذا هذه هي اللغة. نذكر طبعا أن مريم عليه السلام لم تكن تتكلم العربية، إذن كيف نقول أنها قال جاءت صوما وليس صياما لأن هذا هو الملائم لواقع حالها؟ نقول هذا للمتلقي ابن اللغة العربي. أما هي فينبغي أن يفهم من ذلك أنها لقنت أكثر الألفاظ اختصارا للدلالة على أنها في حال نذر لعدم الكلام. كيف كانت عبارتها؟ يقينا هي أقلها اختصارا. ابن اللغة لما يسمع، إذا ما يسمع فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ولك هذا هو الملائم هنا، ولا يلائم صياما لأن هي منقطعة عن حال واحد، بينما صيام أطول من صوم، فلماذا تأتي إلى اللفظة الطويلة وهي مشكلتها أنها تريد أن لا تتكلم؟ هكذا ينبغي أن يعني ينظر إلى عبارات كلام الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.